بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا جماعة، الحمد لله اتضحت الرؤية وظهرت الخطة العبقرية لتطوير التعليم في مصر، خطة الدكتور طارق شوقي. الخطة بقى بتعتمد على ايه؟ اللي هو عاوز يحارب الدروس، حاجة سهلة جدا وعبقرية فعلا. يعني خطة لا بتعتمد على تدريب مدرسين وتأهيلهم ابدا، ولا تعديل مناهج، مفيش الكلام ده. انما الخطة بتعتمد على ان الامتحانات تبقى معقدة جدا، تمام؟ الامتحانات تبقى محتاجة الوقت اضعاف الوقت المتاح، الامتحانات تحتاج تفكير وما يديكش عن تعمد وقت للتفكير، خلاص. الامتحانات كمان فيها اخطاء، حصل اخطاء في امتحان اللغة العربية، اخطاء في امتحان اللغة الالمانية، والنهاردة الجديدة اللي ما يغلطش فيها لا مؤاخذة، يعني مش عاوزين نقول كلام غلط، في امتحان الرياضيات يا جماعة جاي سؤال بيطلع مساحة مثلث مرسوم جوه دايرة اكبر من مساحة الدايرة، يعني للناس اللي ملهاش في الرياضة بالظبط كده، يبقى مساحة الدولاب اللي عندك في الأوضة، المكان اللي واخده كمساحة من الأوضة عشان ما نبقاش بنتكلم غلط، يعني اكبر من مساحة الأوضة نفسها. ده في الامتحان، وده الامتحان اللي الدكتور طارق شوقي قال عليه انه بيبقى متراجع من اكتر من 100 بني آدم وبيحطوه خبراء على اعلى مستوى. هي دي الامتحانات اللي المقصودة علشان يحارب بها الدروس، عشان الطالب يخرج يصرخ ويقول ده انا ما فيش حاجة جات من الدروس، خلاص. فهو بدل ما ينجح في محاربة الدروس فشل في محاربتها فشل ذريع، لسبب ان الحجز للدروس السنة الجاية بدأ على ارض الواقع. لكن الحاجة اللي هو نجح فيها الدكتور طارق شوقي انه يخرج جيل فاقد الثقة، حاسس ان اللي على رأس منظومة التعليم في مصر بيحاربه، بيقول له انت مش مهم تخش كلية، انت مش مهم تجيب درجات، انت المهم تتعلم. طب علمته ايه يا سيادة الوزير؟ الحمد لله بفضل الله علمته ازاي يدخل على المنصة ويخرج منها، والى الان ما خرج لناش طالب واحد يقول الامتحان اللي دخل على بنك المعرفة واللي دخل على المنصة واللي دخل على المواقع يقول اه والله ده الامتحان المواقع دي فادتني او بنك المعرفة فادني، كله بيصرخ. انتظروني في فيديو اليوم للرد، رد قاسي على الدكتور طارق شوقي على تصريحاته اللي قالها بلسانه في مجلس النواب المصري. السلام عليكم.